أسأل الله أحبتي في الله أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقلة، أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، أن يصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين، أن يقذف المودة بينهم والهدى في قلوبهم، أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن يلطف بإخواننا في أكناف بيت المقدس عامة وفي غزة خاصة. اللهم أطفئ عنهم نار من أشب لهم نارا، اللهم أطفئ عنهم نار من أشب لهم نارا. اللهم إنك آتيت عدوك وعدوهم ملأ وزينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم أرنا في عدوك وعدوهم يوما كيوم عاد وثمود، أرنا في عدوك وعدوهم عجائب قدرتك. اللهم رحماك 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 بالمستضعفين، بالشيوخ، بالنساء، بالأطفال، بالأرامل، بالعجائز، يا رب رحماك رحماك. طال ليلهم، اشتدت كربتهم، تعاظمت محنتهم، ليس لها من دونك كاشفة. يا أرحم الراحمين ارحمهم، يا غياث المستغيثين أغثهم، اجبر كسرهم، ارحم ضعفهم، أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف، برحمتك يا أرحم الراحمين اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.